السلام عليكم اعزوا الفلاوات، على بالكم باللي كنت في الحب تاع سويسرا عطاو لي جدك خبز مع لاتاي. قلت لهم اه وي جدك خبز ولاتاي، كاع الدراهم تاع الجزائري راه في البنكه في سويسرا، جدك خبز ولاتاي. شوفوا الجزائري كي خلفوا هالي اليوم، شوفوا شوفوا راكم شوفوا لي زاجيرا كي خلفوا هالي اليوم ولا لا؟ هالي الزابيه، شوفوا لي الزاب. مرحبا بك سي رشيد، والله الله يحفظكم، والله اليوم فرحتونا. شوفوا لي الزاب، شوفوا صافي بليزير، والله لا صافي بليزير. شوفوا مرحبا بك رشيد، كلشي حوت حوت حلال، كلشي حلال يا جماعه. شفتوا ولا لا؟ شوفوا الصومو، شوفوا تقول والله في النرويجيا. هاكم تشوفوا اللي بو دور بار، الله يسلمكم، ميرسي بوكو، والله صافي بليزير. شدك خبز ولا تاي؟ سي كراك كباب كاع الدراهم اللي عندهم في سويسرا، جدك خبز ولا تاي؟ تبدوني خبز ولا تاي؟ ما كان والله، هذا ما كان، جدك خبز ولا تاي؟ شتي كارثه والله كارثه. شوفوا بعينيكم، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك سي رشيد. وقت ما بغيت رانا هنا، صافي بليزير، رانا مساندين تاعك، وان شاء الله هم في طومبي البوفوار، ان شاء الله ان شاء الله. صافي بطريقه قانونيه دستوريه سلميه 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 ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظكم، صافي بليزير. وراكم تشوفوا دابا الجزائريين هذو ولاد فابيلا، راكم تشوفوا ولا لا؟ ولاد فابيلا، الله يحفظكم ان شاء الله. امين اللهم امين. والله صافي بليزير. ولا جماعه راكم تشوفوا كي شافوا بلي تبازرت في الحبس هذا، فانا قلت لهم نقعد في الحبس نورمال 20 سنه عادي، هذه بوجد روحي 20 طون ندخل في الحبس نورمال. مانديلا تاع جنوب افريقيا شحال قعد؟ 26 سنه، انا نورمال 20 سنه افيك غرو بليزير. قلت لهم قلت لهم انتوما تحوسوا تخوفوا فيا انايا وليد الجزائر، وليد العربي بن مهيدي وحاسبه بن بوعليد، لا تخوفوا فيا انايا. راكم تعيوا في روحكم، راكم تعيوا في روحكم، كي انتوما كاين المافيا تاع فرنسا وكاين المافيا تاع البلاد، والله ما على بالي كاع بكم، فهمتوني ولا لا؟ اون توكا شفتوا ولا لا؟ لي زالجيريا يعرفوا لها، لي زالجيريا الله يحفظهم والله يحفظكم كاع ويعطيكم الصحة. يا جماعة ما تنساوش غدوة إن شاء الله الوحدة، الوحدة إن شاء الله، حتى الوحدة حتى الخمسة، ونكونوا في بلاس دو ريبوبليك في باريس ضد العودة الخمسة، ولا ربعة إن شاء الله الصباح 7 تاع الصباح ندوه صحفيه بالاعلام، بس على بالكم ما يخلونيش نخرج في الجي في المطار، هو اللي بدي 7 تاع الصباح، ومن بعد العشره امام المجلس السوري، بهكاك نديروا ضغوطات المجلس السوري باه ما يديرش الغلطه التاريخيه وما يقبلش الملف تاع واحد اللي راه بيت. يا جماعه لازم نبقاو مع الدستور، يا جماعه يا جماعه يا جماعه ما ديروش الغلطه تاع تونس. على بالكم باللي تونس سبع سنين سبع سنين باه رجعوا للطريق، ما ديروش الغلطه تاع تونس، نبقاو مع الدستور الجزائري، نبقاو مع هذو الانتخابات بصح بلا الرئيس اللي ميت، فهمتوني ولا لا؟ باسكو دفروها في شهرين ماشي سبع سنين. نبقاو مع الدستور والشعب هو اللي يحمي الشعب، الشعب هو اللي يحمي الصندوق، والشعب هو اللي يوقف امام 60,000 مكتب الاصوات. ما ديروش الغلطه تاع تونس يا جماعه، خبوا وصرا في 91 الفيس داها بطريقه قانونيه ديمقراطيه سلميه، باسكو الشعب وقف وداها. بصح في هذاك الوقت ما كانش عنده الحكمه هذه، والعسكر في هذاك الوقت كان سافا با كان عوج، هو اللي حبس الانتخابات. اتونسيون ديروا الغلطه، ما نحبسوش الانتخابات، بصح لازم هذا الرئيس ميت ما يكونش فيها، ولو كان يديروا هذا الرئيس ميت انا نخرج. سمعتوني ولا لا؟ لو كان يديروا هذا الرئيس ميت نخرجوا نسحبوا، ولو تخاز هو نهار تاريخي ان شاء الله، مجلس دستوري يستعقل يخرج هذا الرئيس ميت ويخلو الانتخابات يمشوا نورمال، بصح لو كان يديروا الرئيس ميت نخرج. سي بون، هيا بارك الله فيكم وتهلاو في روحكم، وغادوا ان شاء الله تلاقوا الوحده ان شاء الله، والسلام عليكم. ونشكر الجزائريين اللي اليوم فرحونا ويعطيهم الصحه. صافي بليزير، الله يحفظكم ان شاء الله.